من الأمور المهمة في الحقيقة أن الأمانة هي من أعظم أسباب نجاح الدعوات. الدعوات يقول النبي صلى الله عليه وسلم سمى نفسه وقال أنا أمين من في السماء. ولذلك يقول الله عز وجل في حكاية قول النبي صلى الله عليه وسلم وأمانته ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. لا، البلاغ كان بلاغا عاما خاصا تاما متصف بأعلى درجات الأمانة. البلاغ الذي بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله بلاغ الرسول الأمين الناصح، إني لكم ناصح أمين كما في وصف بعض الأنبياء عليه الصلاة والسلام.